متابعينا من ملعب سانتياغو برنابيو، ومعكم فارس عوض من كابينة التعليق. أعزائي المشاهدين، واليوم نحن على موعد مع مباراة تأتي ضمن منافسات الليغا الإسبانية. الملكي ريال مدريد يواجه فريق فالنسيا، على امل بان نشاهد مباراه كبيره بين الفريقين. ثلاث نقاط مهمه، البدايه السريعه، الدخول القوي لاجواء المباراه راح يكون لعامل حاسم في هذا اللقاء. ريال مدريد يلعب مباراه اليوم وهو الفريق الاقوى دفاعيا في الدوري حتى هذه الجوله. فريق عنده خط دفاع حديدي حقيقه، واضح الانضباط التكتيكي الكبير. تأسس نادي فالنسيا في عام 1919 ويلعب مبارياته في ملعب المستايا. تعرف الجماهير بلقب الخفافيش، ويعتبر واحد من أكبر الأندية الإسبانية، وحصل على الكثير من البطولات المحلية والقارية. هذه هي تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم. في المرمى يتواجد كورتوا، رافائيل فاران، حسين عبد الجواري، سيرخيو راموس في الخط الخلفي، توني كروس، سيبدأ مع لوكا مودريتش في منتصف الملعب، وفي الأمام يتواجد كريم بنزيما. إذن هذه هي تشكيلة فالنسيا في مباراة اليوم. سيريسن في حراسة المرمى، إزيكيل جاراي، سيلعب إلى جواري، جابرييل، باوليستا في الخط الخلفي، كيدي سيبدأ مع فيران توريس على طرفي الملعب، وفي الأمام رودريجو مورينيو، سيبدأ مع ماكسيميليانو غوميز. دانيال كارفخال، جارث بيل، لوكا مودريتش، كاسيميرو. تمريرة ممتازة إلى هازارد. هازارد ينطلق بالكرة في العمق، يلعبها للخلف بعد عرضية ممتازة. لوكا مودريتش، يا رب، أي هدف هذا، أي لعبة، أي كرة، أي سلطنة، يا مزاجك يا لعيب. لعب كان في موقع التسلل، هدف يلغى بداعي التسلل. كاسيميرو، جارث بيل، توني كروس، أول أهداف في المباراة، يكسر التعادل السلبي. تعادل استمر في هذا اللقاء، لكن الأمور الآن بمنعطف آخر، مواجهة تشتعل في هذه اللحظات. ريال مدريد يتقدم في المباراة. دانييل واس، دانييل باريخو، فرانسيسكو كلين، باريخو من جديد لباريخو، دانييل باريخو، تصدي من كورتوا، والخطورة مستمرة. دانييل واس، فرانسيسكو كلين، رودريجو، غونزالو كويتس، كرة سهلة بيمسك الحارس. ثلاث دقائق كوقت إضافي هي كل ما يتبقى. مارسيلو، كاسيميرو، إيدن هازارد، توني كروس. صافرة الحكم، توني الشوط الأول 1-0. بأقدام لاعبي الريال. توني كروس، مارسيلو، إيدن هازارد،
سيرجيو راموس، لوكا مودريتش، إيدن هازارد. كانت فرصة مواتية لكنه لم يتعامل بالشكل المطلوب. الكرة إلى ضربة مرمى. جوميز، دانييل واس، إيزيكيل جاراي، رودريغو. يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. غونزالو غويديس، دانييل باريخو، فرانسيس كوكلين. رمي التماس، ريال مدريد يفقد الاستحواذ الآن. كيف راح يتصرف فيها؟ رمي التماس بعد تدخل واحتكاك. ماكسيميليانو كوميز، كرة كانت خطيرة أبعدها في الوقت المناسب. مارسيلو، كاسيميرو، توني كروس. تمرير على طرف الملعب. ريال مدريد الآن يقوم بعمل في منتهى الجمال في تمرير الكرات. كريم بنزيما، دقة كبيرة من مساعد حكم المباراة في هذا القرار. شوف اللاعب اللي كان متقدم بسنتيمترات قليلة عن آخر مدافع في اللقطة لحظة لعب الكرة. كان من الممكن بأن نشاهد هدفا في الدقائق الأخيرة. صافرة الحكم تعلن عن وجود تسلل في هذا التوقيت. توني كروس، تمريرة بدون تركيز تذهب للكرة المنافس. كرة بالخطأ تتحول الشوط الأول، وعنده 45 دقيقة لنشاهد من خلالها دفاع الفريق القوي يحافظ على التقدم. عودة إلى ملعب سانتياغو برنابيو مع انطلاقة ضربة البداية للشوط الثاني. الكرة بتروح من ريال مدريد. رودريغو، خاومي كوستا. فالنسيا يلعب بشكل جيد على الأطراف، بهدوء يحافظون على الكرة. شوف الاستحواذ، شوف بناء الهجمة. كارلوس سولير يحصل على المساندة في هذه اللحظات. بيلعب لك كرة في وسط المنطقة. كرة بتتخلص من المنطقة. إيدن هازارد، مارسيلو، سيميرو، لوكا مودريتش. كرة في مكان خطير. جاريث بيل بمبدأ الأمان. داني، بينية ملعوبة بشكل ممتاز. الله على النظرة. ممكن التعادل. هدف فالنسيا. شوف الإعادة، من اللي كان يتوقع هذا التعادل؟ دخلوا المباراة وهم بعيد عن الترشيحات، والآن يسجلون هذا الهدف في هذه اللحظات. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة.
تفوق واضح لريال مدريد في أرقام الاستحواذ في هذه المباراة. لا أعتقد بأن المدرب راضي عن هذا المستوى أو أن الجماهير سعيدة بهذا التفوق في مسألة السيطرة والاستحواذ على الكرة. حتى الآن هذا الأداء أقل من المتوقع ولا يأتي بالفوز، لأن لا توجد فرص كثيرة على المرمى، وكل ما استمر التعادل زادت الأمور تعقيدا في هذا اللقاء. بتروح الكرة للخصم، رافائيل فاران. تمريرات كثيرة في انتظار الفرصة المناسبة للانقضاض على المرمى. التيكي تاكا تأخذ مجراها. مارسيلو، قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. تمركز ممتاز يساعدك في قطع الكرة. جماهير ريال مدريد الآن تشجع الفريق، لا ترضى بالتعادل. التعادل هنا ليس النتيجة الإيجابية على الإطلاق. تمريرات متتالية بحثاً عن ثغرة، بحثاً عن مساحة في دفاع الخصم. رودريجو يفقد الاستحواذ. دقة في التمرير، شوف اللقطة، شوف اللعبة، الكرة اللي تخرج من قدمه واللي تعرف الطريق. الله على الكرة. جارث بيل حتى الإمكان. جارث بيل حارس المرمى ببراعة يتصدى. الله على لقطة، حارس ممتاز، كان متوقع بأن يتصدى لها. إيدن هازارد بيلعب له ركلية في 18. تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. مباراة من الصعب أيضا التوقع في لحظاتها الأخيرة، لأن الفريقين متكافئين في أرضية الملعب. الدعم يصل الى من اللاعبين. كرة بتبعد من مناطق الخطر. جارث بيل تمركز الجيد الان، يقطع من خلال الكرة. خامس رودريغيز، عودة الى جارث بيل. فرصة الان ملعوبة، الكرة باتجاه ايدن هازارد. بمبدأ الامان خلص المدافع. جوميز، كارلوس سولير. المباراة الآن في أوقات حرجة، خمس دقائق فقط على النهاية. رودريجو، ماكسيميليانو كوم، باريخو، تصدي من كورتوا والخطورة مستمرة. خاومي كوستا، كرة مع باريخو. كارلوس سولر سددها. صافرت نهاية التسعين دقيقة والتعادل هو النتيجة السائدة في المباراة. الآن نحن على موعد مع انطلاق الشوط الإضافي الأول بعد 90 دقيقة، كانت مرهقة لكلا الفريقين. دانيال كارفخال، رودريكيز، جارث بيل أبعد الكرة من مناطق الخطر. فرانسيس كوكلين، تمريرة سيئة تذهب للخصم مباشرة. لوكا مودريتش، انطلاقة هجومية لريال مدريد. مودريتش عند الكرة الآن. جارث بيل، تصدي رائع من حارس المرمى، ينقذ مرماه من هدف محقق من مسافة قريبة. أظهر مهارة غير عادية في الحراسة في هذه اللقطة. ركلية تنفذ بشكل قصير، عرضية تصل إلى الصندوق. خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. رأسية بعيدة عن المرمى، افتقدت للدقة، لم يكن فيها التوجيه المناسب. الكرة تحتاج بالتأكيد إلى تمرين أكبر من اللاعبين. المدرب يبحث ويتمنى أيضا بأن يستمر لاعبوه على نفس المنوال وعلى نفس الكيفية وعلى نفس الحماس حتى يتقدم الفريق في النتيجة.
دقة في التمرير، شوف اللقطة، شوف اللعبة، الكرة اللي تخرج من قدمه واللي تعرف الطريق. الله على الكرة، قد تكون هذه الفرصة، ضاعت الفرصة، يفقد الكرة، يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. حلوة الفكرة لكن التنفيذ ما كان بنفس الدقة، لعبة مقصية، كرة على الطاير لكن الكرة بعيدة عن المرمى. اللقطة الماضية لو كانت هدف كان ممكن تكون واحدة من أجمل اللقطات في هذه المباراة. فقدوا الكرة. إلى مشاهدينا، ينتهي ربع الساعة الأول من الوقت الإضافي، وبعد لحظات راح يبدأ الشوط الثاني وخمسة. نبدأ الآن الشوط الإضافي الثاني وآخر 15 دقيقة في عمر المباراة. كوندوبيا، كيفن كاميرو، خاومي كوستا، كيفن كاميرو، دانييل باريخو. يا سلام على التدخل بدون مشاكل. جارث بيل، رودريكيز، خامس رودريكيز. ريال مدريد يفقد الاستحواذ الآن. عندنا 7 دقائق حتى نهاية المباراة بشوطيها الإضافيين. رافائيل فاران، جارث بيل يتدخل ليبعدها الى رمية التماس. مارسيلو الى خارج الملعب، ضربة مرمى بكل دقة بكل اناقة يستعيد الكرة. الله يا سلام، توقيت رائع ومثالي في اللعبة الماضية. متبقي دقيقتين من عمر هذه المباراة في وقت إضافي. حكم المباراة بقرار إضافة دقيقتين الآن. هجوم منظم من ريال مدريد في الدقائق الأخيرة ومحاولة الفوز في المباراة. كريم بنزيما، بنزيما يحافظ على كرته، استخلاص ممتاز داخل المنطقة. إذا التعادل لا زال يخيم على مجريات هذه المباراة بعد 120 دقيقة، لا بديل على ركلات الترجيح لتحديد الفائز.